أحسن الله إليكم. السائل عين باء من الرياض يقول: مات أبي وعليه دين، وأريد أن أقضي ذلك الدين عنه، ولكن ليس عندي مقدار المبلغ المستدان لأنه كبير، فهل يجوز لي أن أتدين أم ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. قضاءك الدين عن والدك أمر مستحسن، وهو من البر بوالدك، هو من البر بوالدك، ويكون ذلك على حسب استطاعتك، بأن تسدده على فترات وعلى أقساط حسب استطاعتك، ولا يلزمك أن تستدين من أجل ذلك، بل الأمر في هذا على اليسر والسهولة، ولله الحمد. الحمد لله. نعم.